وللمزيد حول هذه الخلافات التفاصيل مع زميلة ميس الحربي. إذن الرئيس روحاني يطالب بلجنة إصلاح الإشراف على الانتخابات، عن ماذا يتحدث المشهد الآن في إيران ميس؟ صحيح إنجي طبعا الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أسبوعين من الآن، والتي استبعد عنها طبعا عدد كبير من مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدل، تتصدر المشهد السياسي في الداخل الإيراني. طبعا هناك هجوم غير مباشر بين رأس النظام علي خامنئي ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي من جهة، والرئيس روحاني الذي يشكك في نزاهة مجلس صيانة الدستور من جهة أخرى. والسبب طبعا انتقادات روحاني لمجلس صيانة الدستور قبل الانتخابات وإصداره أمرا للحكومة التي يرأسها بتقديم لائحة إصلاح الإشراف على الانتخابات. طبعا هذا المجلس أصلا يتعرض لحملة انتقادات واسعة من الإصلاحيين بسبب إقصائه مرشحين من التيار الإصلاحي لدخول الانتخابات التشريعية. روحاني أيضا جدد دعوته أكثر من مرة للمجلس إلى تطبيق القانون بشكل صارم على ضوء طبعا الانتخابات المرتقبة. هنا علي خامنئي دافع على هذا المجلس أو عن هذا المجلس ورفض مواقف الإصلاحيين الذين شككوا بالطبع بنزاهة عملية تدقيق أهلية المرشحين من قبله. طبعا بعد تصريحات خامنئي رئيس القضاء إبراهيم رئيسي أيضا هاجم روحاني من دون تسميته، معتبرا أن من يشكك في مسار العملية الانتخابية البرلمانية المرتقبة يقف في صف أعداء إيران. طبعا مجلس الدستور هو الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات في إيران ومنها التدقيق في المرشحين. أيضا مشاهدين، المجلس الذي أقصى عدد كبير من المرشحين الإصلاحيين والوسطيين لدخول الانتخابات ويهيمن عليه المحافظين المتشددين، يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي. فلنتعرف أكثر ما هو هذا المجلس، مما يتكون وما هي صلاحياته. طيب إذن ميس، ما ذكرتيه الآن هو رصد لهذه الخلافات التي تشتد ما بين التيارات السياسية في إيران، ماذا عن الشارع؟ أكيد إنجي، طبعا الخلافات لا تقتصر فقط مشاهدينا على السلطات، ولكن أيضا هناك دعوات من الشخصيات المنتقدة والمعارضة للنظام لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة طبعا بسبب الفساد الاقتصادي، واصفين الانتخابات بمسرحية معروفة النتائج. أيضا الجديد أن هناك استطلاع حكومي للتلفزيون الإيراني يقول أن 80% من الإيرانيين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات. ردا طبعا على دعوات المقاطعة هذه، خامنئي حث المواطنين في خطبة إلى المشاركة في الانتخابات، وقال إن التصويت في الانتخابات مهم جدا. طبعا التصويت مهم جدا بالنسبة للنظام وبالنسبة لعدد المشاركة المرتفعة لأنها تعطي نوعا من الدعم. لابد أن نذكر هنا أنجي أنه من يشارك في الانتخابات يتضح للنظام، أو عفوا اللي يمتنع على المشاركة في الانتخابات يتضح للنظام أنه لم يشارك، ويبقى حينها كعنصر مضاد للثورة وغير داعم له. وهنا طبعا سيفقد الممتنع الكثير من الامتيازات التي ممكن أن يحصل عليها أي شخص عادي، مثلا بالتوظيف. أيضا اللي يمتنع يكون غير مؤهل أمنيا، لذلك ممكن أن الناس تصوت فقط للحصول على ختم الهوية طبعا لتفادي مواجهة مشاكل محتملة في وظائفهم الحكومية أو طبعا مع الأجهزة الأمنية. أنجي شكرا جزيلا لك ميسة على كل هذا الرصد. أهلا.